اهلا وسهلا بيكم في برنامج اجمد طباخه في مصر. احنا عارفين طبعا ان الاكل هو اساس الحياه، وطبعا احنا حياتنا كلها اكل، مفيش حد فينا ما بياكلش، حتى اللي بيعمل رجيم لازم ياكل. فالنهارده طبعا احنا معانا متسابقتين امارات صغننين في السن، عساسيل، هيقدموا لنا اكله النهارده. بس نتعرف الاول عليكي. فيروز طنطاوي. فيروز طنطاوي منين؟ من القاهره. عندك كام سنة؟ 20 سنة. 20 سنة. بتشتغلي ايه بقى؟ لا لسه بدرس بيزنس. لسه بتدرسي بيزنس. والاستاذة؟ امل. امل. بتدرسي ايه؟ لا انا ما بدرس، انا عايشة بالقاهرة، يعني يمكن من 2 years جينا من سوريا يعني للحرب ولهيك. ساكنة فين؟ لا يعني مش لازم تعرف. مش لازم اعرف؟ ماشي اوكي. يا ترى النهارده بقى انتوا هتطبخوا لنا ايه؟ انا النهارده شيف بس مش هطبخ، انا هحكم ما بينك انا ما بضيع وقت. ها اشوف انتوا هتعملوا لنا اكل ايه من اللحمه المفرومه ونبدا. ويلا بينا. يلا بسم الله. انا بحط الزبده بالاول مشوح هيك، بس النار كتير عاليه. يا ترى هسألكوا أسئلة كده وانتوا شغالين، حد عارف المكرونة ليها كام شكل؟ ممكن سبعة؟ يعني بعتقد 350. برافو، هي فعلا 350 شكل. 350 شكل المكرونة؟ طبعا أول مرة أعرفها بصراحة. طيب يا ترى إيه أشهر طبق في مصر مشهورة بيه مصر في العالم كله؟ يعني مصر مشهورة بشيء كتير، بالعدس، بالكشري، بالفول، بس بعتقد الكشري. ممكن الكشري أكتر حاجة مشهورة بيه. يعني بتتأخري ليه طيب؟ احنا عايزين إجابة سريعة عشان تكتبي. بس أقطعها بس. حد يعرف يا جماعة علي يوستفندي ظهر في أنهي عصر؟ بمصر. طب أقول لكم. بالفراعنة أو بالعباسيين، حاجة يعني بيشبه هيك. ممكن عصر الحجري، ممكن نقول الحجري. لا اعتقد ما شاء الله معلوماتك. هو بالعباسيين صح. برافو برافو برافو، معلوماتك حلوه قوي. على ونطلع فاصل واستنونا، هنرجع لكم بسرعه. ويلكم. والله احنا قاعدين ببلدكم وانا بعرف اتكلم مصري حلو حلو حلو. مبسوطة في مصر؟ يعني مش مبسوطة مع ناس مصر، لكن مبسوطة في مصر. طب ليه حد ضايق؟ يعني بشوية تلاقيهم يعني بيتدخلوا بشؤون. بصي هو انا مش بحب الملح قوي يعني لو بس. لا استني. لا 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 انا بحب الملح قليل. لا 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 خلاص عشان في الاخر انت بتحبي ازود لك، فخلينا كده احسن. ماشي تمام، مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. بس انا يعني بحب في مصر اكل مصر، الاكل بتاع مصر كتير مليح. بس ملحنا قليل، احنا ما بناكلش ملح كتير. فمسي. تمام. انتوا عندكم بتحبوا الاكل مالح قوي؟ انا بشوح بقى دلوقتي الاكل اهو خلاص. كتير بحب والله. ده ليه؟ زودي مويه. زيدي. طيب حلو، ممكن تزودي عندك كمان. ليه المشكله؟ لا 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 ما تزيدي ما تزيدي ما تزيدي ما بدي ما بدي. ليه الملح جميل؟ بدي. الميه حلوه بدي. والملح حلو. ما طب بدي. ما نزود. شكرا. ايه المشكله؟ طيب انت مش لسه مزودالي؟ ما بدي. ليه يعني انت بوظتي اكلتي؟ لا لا انا قلت بتساعديني. شوفي شوفي انا بس بساعدك يعني لا تكسبي، ولكن انت فاهمه يعني حركاتنا. طب ميه على اللحمه، طب ما نزودها عندك انت كمان. لا شكرا. لا ليه؟ ما بدي. ليه انت جميل؟ ما بدي. ده ايه وليه؟ الفلفل بيبقى حلو يعني بيعمل سبايسي، والسبايسي بيكون حلو لحرق الدهون، بعرف هيك. ما شفتكيش حطيتيه اهو. حطيته. بعدين بشوح كويس. هو فين الشيف؟ يا شيف مش هتيجي تدوق؟
شبه كويس. ممكن احط كمان بصي زبده. زبده لا لا انا مش هحطهولك انت اللي تحطيه. انا مش ما بدي ما بدي ما بدي. شكرا شكرا يا شيف يا شيف. احنا لسه فاصل. هي بس وسكت لي المكان عندي مفيش حاجه. هي يعني وقعت شويه فلفل على ميه يعني كل حاجه عندها دلقتها عندي. ايه ده ايه ده ايه ده. هو ده ايه الشوربه دي؟ هي فجاه لقيتها ميه قامت تحطها عندي. قلت لها دي وصفه طب احطها لك عندك. لا ما رضيتش. دي شوربه لحمه مفرومه دي انا اول مره اشوفها. خلطه بقى دي. انا مش عارف بصراحه والله. ايوه هي دي اللحمه المفرومه اللي انا عارفها والله اللي بتربي عليها من صغرها. صحتين وهنا صحتين وهنا يا شيخ. هي دي. طب طب ادوق بقى يعني ادوق بقى ادوق ادوق ولا اغرق؟ يا اغرق اغرق. والله يعني فيك تغرق يا شيف اذا بدك. بسم الله. ايه ده ايه الجمال ده بجد. شكرا. ايه ده ايه ده انت بتعملي ايه انت بتعملي ايه ده طبقي. سوري ما اخد بالي. لا انا عايز ادوق من عندها هي كمان عشان احكم ما بينكم بقى عشان نشوف مين الفايز. ده 50000 جنيه يا جماعه. والله يعني انا استغربت قوي من المايه اللي هي حطتها لي بس يعني. طيب ونرجع من الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل ونشوف مين اجمد طباخه في مصر. اكيد انا طبعا. اتفضل. انا دلوقتي ممكن ادوق هنا. اتفضل. تمام. يعني انت دقت يا شيف ولكن ممكن تدوق تاني. هدوق قدام الجمهور. انا دقت في الاول كده بس انا هدوق قدام الجمهور. تمام. عايزين بس نقول للجمهور ان هي زودت لي ميه وزودت لي كل حاجه. ايه ده 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 هي دي. انا مش محتاجه ازود لك حاجه انت اصلا اكلك كده كده بايظ وسايس. بايظ وسايس. ما هو ما حدش بيحط ميه على اللحم المفرومه كده. هو بايظ وسايس خالص. هي قامت حطها لي. انا استغربت ليه. ايه ده يكي. ايه ده خلاص ده مليان ملح قوي. امسك. انا قلت لها والله كده. قلت لها احنا في مصر بناكلش. ايه ده؟ لا لا لا. وهناخد فاصل على ما نظبط اللحمه ونرجع لكم تاني. ايه ده؟ ما هو والله مش انا اللي عاملاه. يعني هي فجأة تدلق كل حاجة عندها. ازاي يعني؟ النار خلاص هتولع فينا. ما خليكي عندك. انت خليكي عندك. طب هي هتعمل لك كده ليه اصلا؟ لمي لمي. والله زي ما حضرتك شايف انا هدلق حواليكي. لمي لمي لمي. اول ما حضرتك لمي 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 بصراحة. لمي هيك هيك هيك. الموضوع صعب. لو سمحتي سيبي حاجتي وخليكي. هيك 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 هيك. يا لو سمحتي عيب اللي بتعمليه. لا ما عيب ما عيب. هو انتوا في سوريا بتتدخلوا في شغل حواليكم كده؟ ما بدي انك تكسبي. ما بدي انك تربحي اليوم. يعني ما فيكي انك تربحي. طب حلو تعالي بقى نقول ده كده. ما فيكي انك تربحي وانا موجوده خايفه. نرجع الفاصل قولي خلاص بقى. خلاص 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 خلاص. هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ خلاص يلا عشان ادوقك اكلي. لا يا حبيبتي ليه ما تدوقي الميه والفلفل والحاجات اللي حطيتيها كتير دي؟ ما بدي ما بدي. هو ايه المنظر ده؟ ايه المنظر؟ لا شكرا. يلا يلا شكرا. يلا. لا مش بالغصب. طب انت على فكره انت بتولعي فينا حضرتك. هو النار مطفيه بس انت مش مركزه. انا طبعا انا قفلتها والله من بدري يا حبيبتي. انا عارفه ان انا اللي قافلاها بس يلا سيبي من هنا عشان لسه سخنه النار هنا. في مناديل وحاجه. يلا كل. يلا حطي سم. كل. لا صحه وهنا. لا والله مش عايزه. بس دوقي شوفي الفرق شوفي الفرق. شو كبير. لا انا عارفه اكلي اللي حصل ده مش اكل. والله كان بدي احط لك سم بس ما فيني ما فيني ما فيني. دمكم خفيف انتوا في سوريا. ها دمكم خفيف قوي وكمان حلوين. بنطبخ منيح. سكايدين يا شيف. والله بدي اربح اليوم. طب كيف اربحي بدي بمجهودك. اربحي بمجهودك بس مجش... ها بمجهودك. والله انا لو بطبخ واكلي كان انا اللي كسبت. معلش معلش معلش. خير 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 خير. دوق. ادلق لك كوبايه. تعالي تعالي نشوف فين الملح اللي كان هنا لما اروح. خايفه ليه؟ مش انت عملتيها؟ طبق ايه طبق ايه طبق اليوم طبق ايه طبق الربح. ده اللي هو ازاي. طيب تخيلي كده شايفه الملح ده وحاطينه كده بس زي ما انت عملتي بالظبط. ولا اي ولا حاجه عملتي ولا كان حاجه حصلت. استل استل طبقي قمر مفرفد مبهج. ايوه نقوم حاطين عليه بقى شويه زيت. ما فيكي. ليه ما فيكي وانت فيكي تحطي كل الحاجات دي. بصي بكل هدوء
بكل هدوء بكل هدوء. سيبي 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 والله ما فيكي. طب ليه بقى ليه بقى ما فيا؟ نظيفة عندكم هنا ببلدكم كيف تعمل فيه هيك؟ كيف؟ طب انت ضيفة هيك تستقبلوا ضيوفكم؟ والله ما فيك انك زي الفل انت اللي بتهيني. اه لا والله لا لا لازم تعالي شويه. لا 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 ايه بقى فعلا حلو وهو مليان فلفل. ايه رايك بقى؟ جميل صح؟ تيجي تاكلي؟ يعني انا مش عارفه اعمل ايه. وايه المنظر اللي انت سايباه لي ده؟ ايه المنظر؟ ايوه في حد بيحط كده؟ تخيل انا احنا عشان محترمين في مصر ما بنعملش حاجه. خلاص انت محترمه انا ما محترمه دوقي. يلا يا محترمه دوقي. انا ما محترمه بقول لك انت محترمه وانا ما محترمه وربحت اليوم. ما فيك انك يعني تعملي هيك بضيوفك. ربحتي مجهودك ربحتي مجهودك ما ربحتي مجهودك. كلي كلي شكرا والله كلي شكرا. المهم ان انا يعني ما مهم مجهود ما مجهود مهم ان انا نجحت. ادوس على الناس عادي اروح ابوظ اكلهم عادي بس انا نجحت. شطوري هي ما انا ممكن امسك بتاعتك عادي اهي بتاعتي اهي براحتك براحتك خلاص اهو زي ما بتقولوا كده. ما بيهمنيش يا حبيبتي ما بيهمنيش يا روحي زي ما بتقولي. انتوا بتقولوا كده ما بيهمنيش حبيبي. لا لا احنا ما بنتكلمش ما بيهمنيش احنا ما بنتكلمش. يلا يلا دول يلا بسم الله. شكرا. سمي سمي شكرا. ما فيها سم صدقيني ما اليوم السم يوم تاني. يلا طب ليه ما تدوقي بقى اللي بميه والحاجات اللذيذه اللي انت حاطتيها؟ لا ما فيني ما فيني ما فيني, ما فيني. ممكن تكوني غيرانه مني. انا غيران اروح انا روحت حطيت لك توجع بطني توجع بطني وانت وشعتي ينفع توجع بطني سلامة بطنك ها ينفع في حاجه؟ يلا يلا ليه؟ طب هقول لك حاجه هدوق بعد ما تدوقي دي اللي انت عكتيها. نو واي ليه يا شاف يا شاف ليه دوقي اللي انت عكتيها؟ بدي اربح و على حساب الاخرين صح؟ عايز امشي. ليه؟ زهقت. زهقتي من ايه؟ ما انت خلاص ده انت والله زهقت اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله حس بيه حس بيكي ربنا. كلي حبيبي كلي انت شو بقى عارفه شو صح؟ ما شو مو شو يا ترى ايه الاخبار يا جماعه؟ عمر ليه مش بتدوقي من اكلها؟ مش هي ضايقت ولا هي بوظت لي اكلي بس هي؟ طب انت ليه تسيبيها تعمل كده اصلا؟ والله هي ما ادتنيش اوبشن. هي فجاه بنرمي كل حاجه. مش عارف اقول لك ايه والله. يعني هي بجد متمكنه وشكلها كده هتفوز. متمكنه هي بتيجي على حساب الناس اللي هو انا معايا حاجات اقوم مرمياها. لا ازاي؟ طب وانت تديها فرصه ليه؟ ما تاخدي الطاسه وتجري. ما كان لا ما انا ما بهدلش حواليا زيها. شايف خلوصي ايه ده؟ ايه ده؟ صحة وهنا. لا بجد ايه ده؟ عافية عليك حبيبي. لا ده انا هاخد الطبق ده وانا مروح. بس قال لك شوف لانها مو دايركت مو دايركت. انا مو دايركت. قولي لي حاجة انا عملتها مو دايركت. اهو 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 اهو. طب حضرتك حطيت لي تشو في الطاسة. حطيت لي مية حطيت لي اللي هو أي حاجة. ما طب يعني هي ممكن تكون يعني بتظبط لك الأكل بتساعدك. بتظبط. أنا ما كنتش محتاجة مساعدة من حد. لا كنت محتاجة مساعدة. هي شكلها ملاك بريء طاهر. والله يعني ما أعتقدش إن هي ممكن تعمل حاجة وحشة. يعني أنا حرام. يعني أنت شايفاها عملت حاجات مش حلوة بجد؟ أيوه. أصل هي كل مرة بتكسب بصراحة بمجهودها. يعني بمجهودها. هو واضح فعلا هي شاطرة. هي شاطرة فعلا. هي شاطره فعلا. لا فعلا شاطره. لا دوقي هو شو يا حمام شو؟ يس. لا مش شو ولا حاجه يعني الموضوع مزبوط. يلا يا شيف بدي اربح. ها كم تعطوني؟ ربحها يا شيف ربحها يا شيف. اوكي ربح. ورجعنا لكم تاني مع برنامج اجمد طباخه في مصر وهنقول طبعا مين الفائزه معانا. والفائزه هي الاستاذه نسيت اسمي. لا قولي عشان امل. الاستاذه امل مبروك يا امل. ما فيك تنسى اسمي والله. وهارد لك. انا مش عارف يعني كان نفسي تفوزي بس مش عارف. يعني كان لازم افوز يا شاف. كان لازم افوز يا شاف. بنيجي على حساب الناس كلها كان لازم افوز يا شاف صح؟ بتيجي تدلقي لي الزيت تدلقي لي الميه. متغاظه مني؟ انا متغاظه منك. انا كسبت. عشان ما خليكي افضلي كسبي واعملي شو واعملي شو. يا اوكي ثانك يو. خلاص يلا هي تمشي دي تمشي. يلا امشي انت دي. خلاص خلاص. لا 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 يلا هو ايه ده؟ امشي مش من مكانك هو. يلا امشي بقى. لا لا يلا امشي مكانك هو عشان تقولي لي. يلا امشي هنقفل الحلقه. انا بكلمك باحترام تكلمي لو سمحتي. هتقفل الحلقه معانا.
هتقفل الحلقه لو سمحت. يلا امشي يلا يلا يلا. لا 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 ايه ده ايه ده ايه ده يلا امشي. خسرانه انت ما فزتي يبقى خسرانه. لا اخسر افوز دي بتاعتي مو مكانك حبيبتي والله. ما برضه مش انت لا تقولي لي بقى. يلا يلا باي يلا 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 جو جو يلا امشي يلا يلا روحي روحي لمامي قولي لها انك خسرانه. يلا ولازم قبل بقى ما تروحي ادوقك اكلي عشان تعرفي قد ايه الفشل اللي حصل. يلا انا عارفه انت بتكسبي ازاي. هم قالوا لي كسبانه كسبانه كسبانه. عرف الشو الشو دوقي دوقي لو سمحتي بعدي بكلمك باحترام. تعاملي باحترام. هتعملي لي ايه غير الاحترام؟ تقدري تعملي لي اصلا غير الاحترام؟ انا محترمه فانت عليك ان انت تحترمي. لا 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 مش عليا حاجه ابدا. لو سمحتي بعدي. دوقي بس عشان ياخدوا لك زوم وانت خسرانه. يلا يا خسرانه لو سمحتي بعدي. يا خسرانه يلا. انا خسرانه انت عارفه انا مبسوطه. انا دوقي مبسوطه انك خسرانه. انا مبسوطه طول عمرك بتخسري كل حاجه. انا كسبت. انا بحب الخساره عارفه. دي طاستي اللي انت مليتيها. اهو بس خلينا الفوكس عليها. فوكس شايفه يعني ايه فوكس؟ هو ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ اول ده في حضانه احنا. يلا روحي. طيب خلاص روحي. يلا خلاص روحي. انا هقف هنا بقى. يلا يلا روحي خلاص روحي. ما فيكي تقفي. ها اقف في الحته اللي انا انت خسرانه. اوكي انا خسرانه خسرانه. لوزر يو نو لوزر يو نو. انا لوزر يا شور. انت لوزر بيج لوزر كمان وكمان واقفه وبتحكي. ما فيكي تعملي هيك والله. يلا لوزر لوزر بس ما بعملش شو. بس ما بعملش شو. دوقي عشان تعرفي انك لوزر. يلا ها يلا احنا عايزين نقفل الحلقه يا جماعه. اتفضل حضرتك. يلا انت امشي. تعالي يا شيف امشي. انت امشي انت امشي انت امشي خلاص امشي. فشلتي. يلا خلاص يا شيف. يلا ناخد احنا الشوط ده لوحدنا. يلا ها انا الكسبانه. ها ام ذا وينر. ورجعنا لكم تاني وبرنامج فلفل شطه. وده كان مقلب عاملينه فيها. انا عايزه افهم ايه مع كده بقى. عندي مشاكل. طبعا ستات مصر حصل لهم ايه؟ ستات مصر حصل لهم ايه؟ ايه يا مصر؟ ايه؟ ازاي ما حسيتش انه مقلب صح؟ ايه؟ انا قلت اكيد الشعب اكيد. انا بحيي طبعا المصريين كلهم محترمين. انا مصريه اصلا. مصريه مصريه عادي رقم واحد. رقم اتنين انا بحيي طبعا السوريين تحيه للشعب السوري. هم تحيه للشعب السوري كبيره جدا. واي حد عنده مشاكل في بلده يا رب السلام اخواتنا يا رب السلام للعالم كله. بس ايه يا حبيبتي ده؟ كنت مستنيه مني اكتر من كده. طيب ها انا عماله احترمك احترمك. اعمل ايه تاني؟ ليه بتحترميني وانا مش احترمتش حد؟ عشان انا بحترم نفسي. بصي انا عايزه منك طبعا اشكرك ان انا عملت معاكي كل ده وبعتذر لك. وعايزاكي تكوني موافقه لان احنا ان شاء الله هنقوم بعرض البرنامج ده قريب جدا. طبعا عايزاكي تبصي للكاميرا وتوافقي على عرض الحلقه. ماشي تمام موافقه. ما تعمليهاش في حد تاني. موافقه على عرض الحلقه ده شغل. موافقه خلاص.